السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناة عبد وجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن متابعينا الكرام، نقدم لكم هذه النشرية الجوية الخاصة بالمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار والغيث النافع إن شاء الله على كل المناطق الجزائرية اليوم الجمعة 10 من شهر أفريل 2020. إذن البداية بالفترة الصباحية متابعينا الكرام، اليوم الجمعة مع مرور الساعات الأولى الأمطار ستكون حاضرة حسب التحديثات للخرائط على ولاية مستغانم، ولاية شلف، مناطق تنس، مناطق عين الدفلة وخميس مليانة، مناطق المدية، مناطق تسمسيلة، ولاية معسكر وغليزان، أيضا ولاية تيارت والجلفة، ولاية الأغواط، ولاية البيض، وصول للنعامة، منطقة المشرية وعين الصفرة، مناطق البليدة وأيضا البويرة وأيضا مناطق الجلفة بإذن الله تعالى، كلها مناطق معنية بالأمطار. أيضا المناطق الهضاب العليا كولايات البويرة ومناطق برج بوعرريش ستكون معنية في الفترة الصباحية. أيضا مناطق الحضنة ولاية المسيلة وصولا إلى شمال الصحراء والواحات ولاية بسكرة، مناطق ولاية جلال توكريت والمغير وصولا إلى مناطق شرق ولاية وادي سوف، كلها مناطق معنية بالأمطار في الفترة الصباحية. في الفترة ما بعد الظهيرة متابعينا الكرام، الأمطار ستكون حاضرة وبقوة على العديد من المناطق المذكورة سالفا، بالإضافة إلى أنها ستلتحق بولاية سطيف وأيضا ولاية بومرداس، ولاية تيزي وزو، ولاية بجاية، ولاية جيجل، وصولا إلى ولاية سكيكدا، ولاية أيضا ميلا، ولاية قسنطينة وسقهراس وقالمة، كلها مناطق معنية بأمطار معتبرة. ولاية باتنا وخنشلة وتبسة، بالإضافة إلى مناطق ولاية بسكرة، ما بعد الظهيرة ستبقى تشهد أمطار إن شاء الله. في الفترة المسائية إلى الليل المناطق الشرقية معنية بقوة، وتقريبا التحديثات لتقريبا المرصد الأوروبي لنشر التحديثات الأخيرة ولنشر الإنذارات يحذر من تساقط أمطار غزيرة رفقة تساقط الحبات البارد وارد جدا على كل المناطق الشرقية الداخلية كولاية باتنا، خنشلة، وجبسة، ولاية أم البواقي، قسنطينة، ميلا، وسطيف، وأيضا ولاية قالمة، وأيضا السقهراس. إذن كل هذه المناطق هي معنية بالأمطار إلى غاية الفترة الليلية ليوم الجمعة. باقي المناطق أمطار على شكل زخات على العديد من المناطق كولاية غردايا، ولاية أيضا وهران، ولاية تلمسان، وأيضا مناطق ولاية مستغانم وعايتي وشنج، كل هذه المناطق ستشهد زخات مطرية غير مستبعدة، زخات أيضا غير مستبعدة على مناطق جنوب ولاية الطارف وجنوب ولاية عنابة في الفترة الليلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.